تعالوا نعمل عشاء سريع، أو ممكن كمان فطار خطير. سموها بيتزا، سموها فطيرة، أنا سميتها بيتزا البسطرمة بالبيض. محضرة عيش شامي وضربت بيضة عليها ملح وفلفل، وفي طاسة على النار فيها مكعب زبدة هحط العيش الشامي، ونحط البيضة المخفوقة نوزعها كده في العيش، طبعا نكون مهدين النار خالص. ايوه، وهحط كده شرايح من البسطرمة وشوية ميكس جبنة موتزاريلا على جبنة شيدر، واقفل العيش، وكل الزيادات اللي طلعت بقى من البيض دخلتها تاني جوه وقفلت عليها كده. نقلبها على الوش التاني برضو ونرجعها تاني على وشها، وشوية جبنة موتزاريلا على الوش، واخدتها تحت الشواية في الفرن يدوب هي دقيقة عشان تاخد لون حلو كده والجبنة تسيح. لو الطاسة بتاعتك ما بتدخلش الفرن انقليها عادي في صينية فرن قبل ما تحطيها تحت الشواية. بصوا بقى شكلها خطير، وهي كلها على بعضها كده عشوة ما بتاخدش 3-4 دقايق، وطعمها لذيذ ولا عجن ولا بتاع. وهي بيتزا هي يا جماعة خطيرة، جربوها، انا متأكدة انها هتعجبكم جدا ان شاء الله. بالهنا والشفا.